بعد التحية والسلام، هذا الفيديو مني بشكل خاص للأشخاص اللي قطعوا 55 سنة وعندهم مشاكل في عرق النساء أو آلام في الظهر، وفي عندهم خيار إنهم يروحوا يتوجهوا للعمليات. اسمعوا لي هالكلمتين فقط من واحد 30 سنة صار لي بتعامل مع آلام العمود الفقري وآلام الظهر، سواء في أوروبا اللي درست فيها وعالجت فيها ودرست فيها، أو في كندا وأمريكا اللي كمان نفس الشيء درست وتعاملت مع كل الجنسيات وكل الناس. وخلينا نعطيكم الخلاصة بعد ما نسمع هالرسالة هذه، عشان نشوف إنه الموضوع مش بس بيعتمد علينا وبإيدينا، في عنا أولاد وفي عنا أحفاد ما بدهم إيانا نعمل العملية، وإحنا لو في دولة أو مع أطباء محترمين كان ما بيودونا على العملية إلا بعد استنفاد كل الخيارات الطبيعية قبل ما نحط المشرط عليهم. وهذا قانون، ما بيقدر أي طبيب يعطي العملية، هذا إذا كان المريض يسمح له إنه يدخل صالة العمليات. ضغط، سكري، هذه كلها بتكون موجودة وبكثرة عند نسبة عالية بعد 55. كيف مريض سكري ومريض ضغط أنا بدي أعمل له عملية جراحية وأجرحه أو بالليزر أو بغض النظر، المهم تدخل جراحي قبل ما أستنفذ كل الأمور التانية. هلأ إذا كانت الأعراض شديدة وفي عندي عدم ثبات بالفقرات وفي عندي إمكانية وجود ضغط على النقاع الشوكي اللي حيؤدي لشلل، في الحالة طبعا العملية على السريع وبدون أي تأخير. بس الأغلب يعني ما بيكون عنده الأعراض الحمراء هذه، يعني في سيطرة على البول والبراز، في سيطرة ماشي، إذا إحنا بالسليم. في شاعر إنه بتقدر توقف على إجريك وبتقدر تمشي، مش مشكلة الألم بس بتقدر تمشي بتتحرك، قادر. إذا ما بدنا عملية، بقدر احط مشد وهذا يثبت لي ظهري شوية وانا اتحرك واعمل التمارين اللي يخفف من الالام واحرك حالي ولو باي مساعدة واتحمل شوية، ما بدي عملية. في هي هاي الشروط القوية والخطوط الحمراء اللي اذا شفناها من الاعراض لازم المريض يتوجه على العملية، غير هيك لازم يروح ويتبع كل الاجراءات اللي حكي لكم اياها بعد ما نسمع الرسالة من أخت عزيزة. شايف جميع المرضى 30 الشهر أو عفوا 29 إبريل، 29 إبريل عمليته لعرق النسا، وكوني أنا وضع الصحي عندي مالتيبل سكروسيس فقالوا لي لازم تعمل عملية لتقدر تقوم في مرضك. طبعا هم بحبوا، تعرف سوري مع احترامي لجميع الأطباء، بحبوا يعكوا الكلام. فأنوي فأقنعوا إنه هو بحاجة للعملية لأنه بتجي نوبات السياتيكا وعنده مشكلة في الفقرة. طبعا أكيد أنت أضرب الديتيلز هذه الرابعة والخامسة، وقالوا له كونه إنه هو عمره 64 سنة راح يعملوا له شيفينج لمنطقة العملية مشان يشيل الضغط، ف منطقة الألم عفوا مشان يشيلوا الضغط عنه. فهلا أنا كونك مختص بهذه الأمور، هل في طريقة ننصح فيها منير إنه ما يجريش هاي العملية؟ لأنه بناته كتير كتير خايفين، ولاده حتى ابنه محمد نفس الشيء كتير خايف وقالي له بابا في lots of risks. فإحنا ما بدي، أنا كوضع الصحي ما بدي risks، ووضعي كإنساني ما بدي إياه يعرض نفسه للشيء بإمكانه يتفاداه. فهل في تمارين خاصة؟ أنا طبعا عملت لك لايك على التمرين وقلت له هاي هون الدكتور محمود عم بيعمل للسياتيكا، بس طبعا حصل وقلت لك 64 سنة، فيعني عقلاته وعنبتاوي وعقلاته وخلي الطابق مستور. العناد 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 العناد، الله أكبر على العناد. طبعا لا، وابتسامة، والله وابتسامة بحكيها، بس عن جد ما بدي اياه يأذي نفسه، شايف علي كيف؟ ف
فإذا حصل وعن جد مش ضروري يعمل عين عملية، يا ريت لو تفيدني بكلمتين بلينك أقدر أتواصل أو أبعته إياها لزوجي. ما بعرفش يعني بصراحة، أنا حيرانة. أولادي بيقولوا لي لازم تشد عليه، قلت لهم الله يرضى عليكم 30 سنة ما تزوجت ومش قادرة أشد عليه، بدي أشد هلأ لما يكون عن يد الواحد خلص. فهو اقتنع من الأطباء إن هو حيرجع 20 سنة ينجا. فبدك أنت تتخيل يعني المغريات كتيرة. فسبحان الله، أولاده قالوا له تطلعش على الإيجابيات، تطلع إذا في سلبيات كمان. السلبيات موجودة كونك أنت مدخن وعندك ضغط وعندك سكري، فبلا منها العملية. فأرجو إنك تفيدني. الله يسعدك يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب ماشي، هلا عندنا خيارين وهدول الخيارين لازم نعملهم بغض النظر بدنا نروح على العملية أو ما بدنا نروح على العملية. إذا بدنا نروح على العملية ومصممين، إذا لازم نعمل هاي الخيارات. هاي الخيارات بتكون إذا إحنا مش مقتدرين إن ندفع فلوس ونتعامل مع أخصائيين، إذا بيكون كله علاجات بيتية بسيطة تقتصر على التمارين العلاجية لتخفيف آلام عرق النساء. التمارين لازم تعمل يوميا عدة مرات، التمارين لازم تعمل بدون ما نعمل إثارة للألم، يعني تكون مريحة. التمارين لازم تاخذ وقتها في العمل، يعني أقل شيء 10 دقائق ربع ساعة، وتاخذ وقتها في عملية الإراحة بعد التمرين حسب وضعكم وقدرتكم البدنية. غير التمارين في عنا الكمادات، المياه الساخنة والمياه الباردة، غيرها في عنا المساج بالزيوت المختلفة، من أبسطها زيت الزيتون، زيت الخردل، زيت السمسم، زيت الحب السوداء، الله أكبر، يعني المفروض حفظتوهن. بعدين بنعمل المساجات على منطقة الظهر، أي واحد ممكن أخصائي أو مش أخصائي في البيت بشكل آمن يحط إيديه ويسخن هالزيوت ويعمل حركات طولية على العضلات لمدة 5 دقائق 10 دقائق، هذا حتميا حيعطي ارتياح. مساج وتمارين ووضعيات صح وعدم حني وكرسي مكتب صح أو كرسي عمل صح نقعد عليها وما نطول في القعدة ونحط مساند ورا ظهرنا وإحنا قاعدين على المكتب وبنشتغل، نحاول نمشي، نحاول نتحرك، نحاول نسجل لأي نادي صحي. هذه فيها تكاليف بس هاي أبسط التكاليف، نادي صحي في مسابح مدفية، في ساونا، في جاكوزي، في كل هاي الأدوات اللي هي للياقة البدنية، بس احنا بدنا نستخدمها للعلاج وتقوية العضلات والتليين وتخفيف السكر وتخفيف الضغط اللي موجود واللي هو حينتهي ويختفي، وكل الأدوية اللي بناخذها لأن اتبعنا خطوات علاجية لآلام الظهر، يعني بنعالج آلام الظهر وبنعالج الآلام الثانية اللي موجودة عندنا وحتكون موجودة. ماشي، إذا أنا مقتدر في هاي الحالة بدي ألجأ للأدوية الطبيعية. الأدوية الطبيعية المقصود فيها الفيتامينات والمعادن والمكملات، هاي أدوية طبيعية مفعولها يضاهي مفعول الأدوية. المغنيسيوم، وخصوصا اذا بناخذ، اذا عندنا الام في الظهر بناخذ يا اما مغنيسيوم ماليت او مغنيسيوم جلايسينيت او مغنيسيوم سيتريت، هذول الثلاث انواع. افضلهم المغنيسيوم ماليت، هذا خصيصا للتشنج العضلي والالام العضليه. المغنيسيوم مسكن للالام، يعني هو مسكن قبل ما يكون حيخفف التشنجات ويخفف الالتهابات، مسكن طبيعي وعمل معاملة الأدوية كمسكن. فيتامينات بي كلها مكتملة، وإذا أفضل شيء تاخذوها مجتمعة، فيتامينات بي، فيتامينات دائبة في المياه، فيتامينات بي تؤخذ في الفترة الصباحية، تؤخذ الأفضل بعد سلطة وبعد شوربة لتسريع عملية الامتصاص. ما بتؤخذ فيتامينات بي كلها في الفترة المسائية لأنها حتعمل عملية زيادة القلق والأرق، فمش هنقدر ننام إذا أخذناها في الليل، فبناخذها الصبح. وفيتامينات بي كلها بتعمل عملية تسريع نمو الخلايا العصبية والخلايا العضلية، يعني في داخل الخلية، وإحنا بدنا إعادة نمو للأعصاب كمان مرة وعرق النساء اللي نقوي العصب.
طبعا المغنيسيوم لازم يكون معه، فيتامينات كي كي 1 وكي 2 لازم يكون مع موجود مع المغنيسيوم. ناخذ الكلس، الكلس جيد وممتاز لتقوية العظام، عظام العمود الفقري والفقرات، فبناخده من مصادره الطبيعية، سمسم ولوز وجوز والبذور هذه مليئة في الكلس، الأسماك والطونة والسردين مليئة في الكلس. الكلس متوفر، ما بدنا ناخده بشكل مكملات، وممنوع ناخده بشكل مكملات، بناخده بشكل طبيعي ومعه المغنيزيوم وفيتامين دال 3 وكي 2 عشان نضمن انه الكلس يروح للمفاصل وللعظام وما يترسب في داخل الكلية والأوعية الدموية ويسبب لنا حصوات في الكلى. من نواحي تانية في علاجات طبيعية معروفة في فعاليتها، أولها الحجامة. الحجامة هتعمل عملية تخفيف للآلام، تنعمل مرة بالشهر، بتنعمل للناس اللي ما عندهم يعني مشاكل إنهم مع الحجامة، يعني بنفضل إذا مشاكل نزيف، عدم تخثرات في الدورة الدموية، أدوية للميوعة، فقر في الدم، فقر في الدم، هدول ممنوعين من انهم يروحوا يعملوا حجامة، لانه الحجامة حتضرهم ومش حتساعدهم. غير هيك اخصائي كويس معتمد من الحجامة ممكن تروحوا تعملوها مرة بالشهر لآلام الرأس، لآلام الظهر. الإبر الصينية، الإبر الصينية وسيلة علاجية ممتازة في تخفيف الآلام، في تخفيف الآلام. الشيء الرئيسي عندنا اللي ما بخلينا نتحمل اللي هو الألم. الإبر الصينية بتشتغل على مبدأ تخفيف الآلام بشكل حاد. بعد عمل الإبر الصينية على مناطق معينة على الظهر وعلى الرجلين بنحس إنه الآلام هذه اللي بنقولها العصب الوركي خفت وارتحنا. في عندنا الفيزيوثيرابي اللي هو العلاج الطبيعي، العلاج الفيزيائي، الترويض الحركي، التمارين، بس التمارين هذه بدكم تكونوا حذرين فيها، يعني ممنوع تعملوا أي تمرين بسبب لكم ألم مع التمرين أو بعد التمرين. إذا ألم بسيط نتيجة شد عضلات وحركة مفاصل مش مشكلة، هذا بيكون ألم موضعي وبنشعر فيه بعد التمرين وبروح بعد نص ساعة، ربع ساعة، ساعة، ساعتين. بس إذا كان ألم منتشر يعني من الرقبة وبنزل على الرجل على الإيد ومن الظهر وبنزل على الرجل، أي تمرين بغض النظر شو هو أو أي حركة بتخلي الألم ينزل على إجري أو على إيدي ينتشر، معناته هاي حركة سيئة ما بدي تعملوها، بتلتزموا في التمارين الصح. المساج ثرابي، الهايدرو ثرابي، التمارين في المي، يعني هاي العلاجات بتعطي نتيجة خلال 3 أسابيع لأربع أسابيع إذا واحد التزم فيها بشكل ممتاز. أنا بحكي عن مشاكل عرق النساء وألام عرق النساء للناس اللي فوق 55، فوق 55 سنة، هدول إذا اتبعوا جزء من الإجراءات العلاجية هذه خلال أسبوع هيشعروا بتحسن كبير على حالتهم، اللي هذا يدفعهم انهم يمارسوا كل هذه الامور كمان شهر شهرين لثلاث شهور، اقصى حد 3 شهور. هاي الحالة بنكون ما مش هنروح على العملية، خدوها مني مش هنروح على العملية، احنا بدنا نمشي حالنا ونمشي امورنا. طيب هاي من نقطة، من نقطة تانية كل هاي الاجراءات بتجهزني للعملية عشان بعد ما اقوم من العملية بيوم واحد وامنع التليفات والأضرار اللي ممكن تحصل بعد العملية اللي هي مضاعفات العملية، لازم أتبع كل هاي الإجراءات من أول وجديد اللي حكينا عنها كعلاج. هلا بصير في عنا علاج وقائي، خلي العملية تنجح وما يصير في مضاعفات، نضطر نعمل التمارين والمساج والحركات العلاجية هذه والمشدات كلها قبل وبعد العملية اللي نمنع المضاعفات، مضاعفات كتير يعني بعد العملية. إذا صار في عندي تليفات على الحبل الشوكي من الخلف في العمود الفقري، إحنا في هاي الحالة بنبطل نحكي عن ديسكات وعرق نسا، بنصير نحكي عن مشاكل عصبية في الجهاز العصبي المركزي وضغط على النقاع الشوكي، وهذا حيسبب شلل، شلل جزئي وتنميل وخضران في الرجلين، وبعدين حتزيد الأمور ويصير ضعف في العضلات. طيب هذه
يعني ما بتستاهل اني اعمل لي اتعب لي اسبوعين ثلاثة في العلاجات الطبيعية البيتية هذه اللي حتحميني من هاي المضاعفات بعد العملية. بعدين بعد العملية انا العصب ضعيف وملتهب والعضلات ضعيفة والخشونة اللي لساتها موجودة، يعني مسببات الانزلاقات الغضروفية والتهاب الاعصاب وعرق النساء المسبب ظلوا موجود، لا غيرت من قاعدتي ولا غيرت من وقفتي ولا غيرت من اسلوبي في التعامل مع عمودي الفقري ولا غيرت من الفرشة ولا غيرت من المخدة ولا عملت اي تمارين ولا وقيت حالي. طيب في هاي النتيجة، في هاي الحالة، اذا انا ظليتني على السحب هذه اللي وصلتني للانزلاقات الغضروفية وللعملية، هلا بعد العملية يعني هل منطق من المنطق اني ما اغير اي شيء واركن انه العملية هي العلاج وبعد العملية خلاص ترجع ريمي لعادتها القديمة؟ في هالحالة حنوقع في عملية ثانية وعملية ثالثة وعملية رابعة، والحبل على الجرار والتليفات والخشونة والجلطات وزيادة التعب والآلام لإلنا وللي حوالينا وللولاد هذول اللي بيستنوا إنه ألعب معهم وراعيهم اللي هم أحفادنا. هذول هم اللي بدنا نطلع معهم نمشي معهم ونتعالج بنفس الوقت لآلام عرق النساء، نلعب معهم بس ما نحملهم، بس نحافظ على الوضعيات الصح في الحمل. هذول بيستاهلوا اني اتعب على حالي اللي يظل ظهري منتصب وما اضطرش اروح لكل هذه الاجراءات والعلاجية اللي هي متعبة وحتاخد وقت بس مرغمين ان نعملها. هلا بالنسبة للمكملات والفيتامينات، هذه تؤخذ لفترة بسيطة، ما احنا قلنا لكم هذه تعامل كأدوية، إذا بتاخذوها لثلاث أسابيع أربع أسابيع اللي الوضع ينتهي عندكم وتسيطروا على الآلام. بعدها مش شرط تظلكم تاخذوا هالمكملات هذه والفيتامينات، بعد ما اتشافيتوا بتضلكم محافظين على واحد أو اثنين كفاية لكم فيتامين د إذا ما في تعرض لأشعة الشمس، أو تاخذوا لكم المغنيسيوم من وقت لاخر حسب الحاجه. اذا صار عندي امساك صار عندي تشنجات باخذ حبه مغنيسيوم، ثلاث حبات مغنيسيوم مش حبه واحده، بس لمده يوم بتروح هذه التشنجات. فاليوم الثاني خلاص بوقف ما باخذ مغنيسيوم ما دام سيطرت على التشنجات، مش اضلني كل يوم اخذ ثلاث حبات مغنيسيوم، باخذها زي الدواء حبه حبتين، صار عندي امساك اخذتهم ريحت، بعدين براجع حالي في الأسباب اللي أدت لهي المشكلة وبصير أصحح فيها وحل فيها واحدة واحدة، بس مش أضلني أخذ مغنيزيوم عشان عندي إمساك لأنه حيرخي وحيسهل عملية الإمساك. هذا غلط حينهكنا وينهك الكلى وينهك الكبد ويزيد الطين بلة على جسمنا ومش حيساعدنا في العلاج. زيادة الفيتامينات والمكملات هذه مش حيساعد على العلاج، اللي حيساعد على العلاج الحركة والتمارين، هذه لازم تكون متواصلة والوقاية، هذه فيش فيها أخذ. لما تكون ظهري يوجعني أسبوع أوقف عن الحنية وأنا أوقف عن الكعد الغلط وأصير أعمل الحركات وبعدين أطيب وأنسى هاي الحركات وهذه التمارين وهذه الإجراءات، لا بظل بخفف منها 20-30% بس بظلني مارسها، بظلني أعملها، لأنه في عندي 33 غضروف في العمود الفقري، يعني ما بلحق كل غضروف يطلع لبرا ينزلق أروح أعمل عملية. الأصل إني أضبط من الوضع إنه ما أخليه ينزلق من أصله، وأقوي عظامي وأقوي عضلاتي وأقوي الغضاريف ونشط حالي وأزيد ليونتي وأزيد همتي وأزيد نشاطي. وهذه الطرق العلاجية، وهذا حسب رأيي بس هذا نابع عن علمي ودرايتي في الموضوع. إذا حدا عنده رأي تاني لتخفيف هذه الآلام تفضل يساعدنا ويحطه في التعليقات. شكرا لكم. في عنا للتذكير فقط على اليوتيوب، على صفحة اليوتيوب بتحطوا دكتور محمود السوس، إذا بتحطوا آلام الظهر في قناة وجزأناها هلأ بالضبط للحالة حسب الحالة، بتحطوا آلام الرقبة
بيطلع لكم 200-300 فيديو عن آلام الرقبة مع كل الطرق العلاجية، آلام أسفل الظهر عرق النساء بيطلع لنا 1000 فيديو، 1000 لقاء علاجي و1000 دواء لعرق النساء. ما علينا بس إلا نفتح الفيديو ونطبق ونقول يا الله، وسجلوا في القناة هذه لأنه حاليا مجانية القناة، أي واحد بيقدر يستفيد منها، وحنحط عليها الكتب وكل المواد التعليمية اللي موجودة عندنا على القناة هذه لحد ما توصل عدد معين، بعدين بنسكرها وبتكون باشتراكات شهرية $1 بالشهر. فلحقوا حالكم، اللي بيسجلوا من هلا بيكسبوا الاشتراك في القناة مدى الحياة مجاني. تحياتي لكم، شكرا لكم. دكتور محمود الصوص، علاجات طبيعية وتأهيل.